السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. العديد من المفاوضات اللي أجرتها حكومة كردستان مع بغداد قبل إقرار الموازنة العامة للتباحث حول حصة الإقليم منها وما له من حصص في النفط، لكن زيارة الوفد الأخيرة اللي أجريت قبل عدة أيام برئاسة وزير الاقتصاد والمالية تحمل بين طياتها ملفات مهمة، لكن تصدر قائمة الأولويات حصة كردستان من النفط ومناقشة سبل ضمان استمرار صادرات النفط عبر كردستان بعد قرار المحكمة الدولية اللي منعت تصدير النفط إلى تركيا بسبب مخالفات للاتفاقات المبرمة. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هاي الليلة، وبعد سنوات من العمل والإنجاز، مصفى كربلاء الاستراتيجي ذي المواصفات العالمية يدخل الخدمة الفعلية لإنتاج مختلف المشتقات النفطية بطاقة إنتاجية تلامس ل 140 ألف برميل يوميا ويسد 70% من مقدار الحاجة المحلية. هذا المشروع اللي يعد استكمالا لجهود تطبيق أولوية حكومية تقوم على مفاهيم حسن إدارة الطاقة واستثمار الثروة النفطية، عد هذا المشروع منجز لما يوفره من إمكانيات تساعد على استقامة عمود الاقتصاد العراقي بعد سنين من الانحناء. هاي الملفين المهمين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا بقى ويانا ومتابعتنا. إقليم كردستان يملي طاولة مفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد بمطالبته لحصته النفطية، فعلى هذا الأساس ترتاد الوفود إلى الحكومة المركزية لحل القضايا ذات الصلة وإيضاح سبل التصدير النفطي إلى أنقرة لضمان حصته. ومن أجل هذه الملفات المهمة زار الوفد الكردستاني بغداد خلال الأيام القليلة الماضية، وللتعرف على أبعاد هذه الزيارة راح نفتح هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. بغداد محط الرحال مجدداً. قبيل أيام قلائل وفد كردي ألقى ما بجعبته من ملفات مهمة تصدرت قائمة التفاوض حصة الإقليم من النفط على طاولة الحوار في بغداد مع الحكومة الاتحادية. وفد رفيع المستوى يترأسه وزير المالية والاقتصاد. ملفات مدرجة للنقاش أعمق من غيرها هذه المرة مع عقد الاجتماعات المهمة الرامية إلى حل الخلافات بين الطرفين. أما قرار المحكمة الفرنسية بمنع تصدير النفط إلى تركيا بعد الدعوى التي قدمها العراق ضدها لمخالفتها اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية المنعقدة في عام 1973، الأمر الأبرز الذي كان في حقيبة الوفد المفاوض إلى بغداد، مصرحا بعدم تأثير هذه القرارات على العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، خصوصا بعد عدة مفاوضات أجراها الطرفين منذ أشهر للملفات والقضايا ذات الصلة، وبحسب تصريحات كردستان أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي حينها. فما يمكن أن تحصده القوى الكردية في ضمان حصتها النفطية لم يتعد دائرة القرارات الدستورية والأطر القانونية، هذا ما أكده رئيس الوزراء مع الكرد في زيارته الأخيرة إلى الإقليم التي تم التأكيد فيها على السير وفق خطوات قانونية لحل الخلافات العالقة بين الطرفين. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. حياك الله أستاذ حيدر ضيفا كريما، وكذلك أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب السيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. حياك الله سيد أحمد، وأبدأ مع حضرتك أستاذ حيدر نتحدث عن قضية النفط. يعني منذ التغيير وحتى لمدة قريبة توصف الاتفاقات النفطية بين بغداد وأربيل بأنها فضفاضة مطاطية، مرات تتقلص وتتسع حسب الاتفاقات السياسية، لكن ثمة متغير أساس طرأ على شكل هاي العلاقة وهو الإلزام الدولي. كيف تنظر إلى صادرات الإقليم وسط هذا الإلزام وقبل كان قرار المحكمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد، قناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام، ضيفك
حياكم. اولا علينا ان نفهم قاعده اساسيه باعتبار هنالك دوله، وهذه الدوله لديها قانون ودستور، وهنالك تشريعات، وهنالك حكومه اتحاديه ومجلس نيابي اتحادي. انا اعتقد جميع القرارات التي تختلف مع الدستور ومع القانون الاتحادي يجب ان لا يعمل بها، هذا جانب. الجانب الاخر، انا اعتقد اذا ما اردنا ان ننهض بواقع حقيقي وان تكون هنالك دوله متماسكه ذو اطراف قويه وايضا قلب قوي، يجب ان يكون هنالك تفاهم على مستوى عالي ما بين هذه الاطراف وما بين القلب الموجود في بغداد. وبالتالي الاخوه حقيقه في اقليم كردستان لم يكونوا ولم تكن لديهم الرغبه الحقيقيه بان يكون هنالك تفاهما، وتحديدا في الجانب النفطي. مره كانوا يتحدثون على انه النفط المستكشف بعد عام 2003 يكون من حق الأقاليم أو من حق هذه المحافظات التي تم استكشافها، باعتبار سابقا لم يكن هنالك استكشافات كبيرة وذو أهمية في المحافظات الثلاث في إقليم كردستان. الآن أصبح هناك كم كبير حقيقة يتجاوز 650 ألف برميل يصدر يوميا من إقليم كردستان. لحتى هذه اللحظة حقيقة لم نشهد هنالك تصديرا متفقا ما بين الإقليم وما بين الاتحادية، وبالتالي الأخوة في إقليم كردستان لم يلتزموا بجميع الاتفاقيات التي تم التعاقد عليها أو تم الاتفاق فيما بين الاتحادي والإقليم. وبالتالي أنا أعتقد أيضا كان هنالك تجاوزا للحدود وتجاوزا للصلاحيات عندما تذهب حكومة الإقليم وتتجاوز حكومة الاتحاد بالاتفاق الدولي لتصدير النفط، وتحديدا من خلال تركيا، باعتبار كان هنالك الحديث الكثير أنه هنالك اتفاقية لمدة 50 عام، ولربما حتى سعر قيمة برميل النفط هي قيم متدنية جدا، وبالتالي استخدمت أيضا مرفأ جيهان التركي لهذا التصدير والأنابيب الخاصة، وبالتالي كانت هنالك مشاكل كثيرة. الإلزام الدولي الذي دخل على الخط الآن بعد قضية التحكيم الدولية، باعتبار أنه الاتفاقية السابقة مع تركيا في الحقبة الماضية في فترة السبعينات من القرن الماضي تتفق أن يكون التصدير مركزيا من الحكومة العراقية، باعتبار لم يوجد هنالك أقاليم، بالتالي كانت حكومة مركزية بحتة، وبالتالي كانت تتحدث باسم وعنوان الدولة العراقية. الآن تم التغيير وتم التعديل، باعتبار أن حكومة بغداد تنبهت إلى هذه القضية عام 2010، وتم التعديل على أن يكون التصدير حصرا حقيقة، وكذلك من خلال شركة سومو حصرا من خلال والاتفاق من خلال الحكومة الاتحادية في بغداد. حكومة إقليم كردستان تجاوزت هذه القضية، كانت تصدر قيم كبيرة جدا لتركيا، لم تلتزم بهذه الاتفاقيات. الآن ذهب العراق إلى التحكيم، ألزم تركيا باعتبار هي كانت البوابة التي يصدر من خلالها النفط في نفط الإقليم، وبالتالي هذا الإلزام أصبح إلزاما دوليا وأمميا. وبالتالي ايضا كان هنالك قرارا محليا من خلال المحكمه الاتحاديه العراقيه بان تعطل او تبطل جميع الاتفاقيات وجميع القرارات وجميع القوانين التي صدرت من اقليم كردستان بهذا الاتجاه وبهذا الصدد. وبالتالي انا اعتقد من الضروري اذا ما اردنا ان نكون هنالك دوله، وهذه الدوله تعمل للنهوض وترميم العلاقه وبناء دوله عراقيه قويه حقيقه لاطراف قويه ولقلب قوي، يجب ان يكون هنالك التزاما من الجانبين. لكن للأسف نحن نتحدث دائما ونقول أن الجانب الأخوة في إقليم كردستان لم نشهد هنالك التزاما دقيقا والتزاما حقيقيا في جميع الاتفاقات التي تم توقيعها ما بين الإقليم والاتحاد في قضية تصدير النفط أو في الحصة التي يجب أن تكون جزء من حصة الموازنة العراقية. وفقا لذلك أستاذ حيدر، خلينا ننتقل للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، استمعت لما تفضل به سيد عرب الموسوي، يعني عندنا مسألة سياسية وقرار دولي أيضا، وأيضا هنالك مسألة تقنية، يعني نتحدث عن ضعف القدرة التخزينية للنفط في كردستان. هل يمكن القول بأن هذه القدرة الضعيفة على التخزين هي إحدى أسباب تسريع أربيل من تفاهماتها مع بغداد لتجنب التكديس؟ في البداية أهلا حضرتك أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام والضيف الكريم أستاذ حيدر. أستاذ أحمد، من المجحف يعني مثلا خلال 18 سنة الماضية منذ إقرار الدستور ومن ثم عدم وجود إطار قانوني يحدد العلاقة بين الأقليم والمركز فيما يخص قانون النفط والغاز، أن تلقي بكل المسؤولية على الطرف الكردي. يعني هذا في نوع من الإجحاف، لأن هنا أنت تتحدث عن تغاضي للدولة العراقية. إذا كانت هذه من اختصاصات الدولة العراقية فلماذا تغاضت الحكومات العراقية
طيلة هذه السنوات عن حقها السيادي في الإشراف على النفط. أستاذ أحمد، هناك نقطة أخرى، العامل الدولي مهم جدا، يعني مثلا علينا نحن أيضا صانع القرار في بغداد يدرك هذه النقطة. يعني ما يحدث الآن هو جزء من إعادة تشكيل الخرائط الاقتصادية في المنطقة، يعني وبرز أهمية العراق بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا العراق ربما في الفترة المقبلة وسيكون يعني أحد المنتجين للغاز الطبيعي، وأيضا ممكن أن يشكل يعني ناقل أيضا للغاز الطبيعي إلى أوروبا، إلى شرق عن طريق الأردن والشرق المتوسط وغيرها. لذلك يعني ربما هناك حسابات دولية تتعلق بهذه يعني المعطيات على أرض الواقع. لذلك ما يهمنا هنا الفترة السابقة أستاذ أحمد، دائما هناك يعني مثلا عندما هذه مشكلة السياسة العراقية منذ يعني على الأقل في بعد النظام السياسي الجديد بعد عام 2003، عندما يميل ميزان القوى إلى طرف واحد يحاول كسر إرادة الآخر. وأنا برأيي هذه العلاقة الصفرية يجب أن نتجاوزها إلى علاقة غير صفرية تقوم على أساس القانون والدستور. نعم، القانون والدستور نستطيع وأن نستغل الفترة المقبلة لإقرار قانون النفط والغاز، ولكن أن يعني علينا أن نعرف أن هذه المعطيات الدولية إن كانت اليوم في صالح طرف فهي في فترة وأخرى ستكون لصالح الطرف الآخر. السؤال الذي يطرح هنا، والأستاذ حيدر تحدث عن الإرادة الدولية، أين كانت هذه الإرادة الدولية وكردستان منذ 9 سنوات تصدر النفط إلى الخارج بدون يعني موافقة الدولة العراقية؟ ما أقصده هنا علينا أن لا نعول على العامل الدولي كثيرا، نجتمع نحن العراقيين، يجمعنا القانون والدستور، ونبحث عن حل وطني مرضي لجميع الأطراف، على الأقل الحزب الذي، وهناك نقطة أيضا الأستاذ حيدر لم يشر إليها، هناك تباين في مواقف القوى السياسية الكردية في التعاطي مع بغداد. نحن كاتحاد وطني كردستاني على الأقل الحزب الذي أنتمي إليه، اليوم كان هناك كلمة للسيد بافل جلال الطلباني تحدث بصراحة أن البوصلة الوطنية يجب أن تكون في بغداد، رحب بالتفاهمات الأخيرة التي حدثت بين الأقليم والمركز، وتحدث منه نحن الكرد سنكون جزء من الإدارة وجزء من القرار، ويهمنا أن يكون لنا ممثلين في شركة سومو، وتحدث عن بعض الأمور الفنية الأخرى، وقال لابد أن نستغل الفترة المقبلة لإصدار قانون النفط والغاز. طيب، لذلك علينا أن نعول على السياسات الدولية القابلة للتغيير. نفس هذه الإرادة الدولية كانت تسمح لكردستان بتصدير النفط قبل 9 سنوات. الموضوع كبير يتعلق بإعادة تشكيل الخرائط الاقتصادية والدولية. العراق برزت أهميته بعد الحرب الروسية الأوكرانية، يعني ربما هناك من إرادات دولية تسعى أن تبعد تركيا ربما عن هذه الخرائط الجديدة، ربما يكون شرق المتوسط، ربما سوريا وغيرها، عن إيجاد منافذ بديلة إلى أوروبا، وأيضا فيما يتعلق الصراع الصيني والأمريكي في المنطقة. لذلك القراءات الدولية في الشرق الأوسط قابلة للتغير. ما يهمنا عراقيا كيف نؤسس لواقع قوي داخل العراق، ومن ثم يحاول العراق استثمار هذه الظروف الدولية لصالح المصلحة الوطنية العراقية ولصالح المواطن العراقي. طيب، لذلك من المجحف أن نقول أن أقليم كردستان يعني في ما يخص السنوات السابقة، أيضا الحكومات العراقية تخاضت كثيرا عن بعض السلبيات الموجودة. طيب أستاذ حيدر، يتفضل السيد الهركي بأنه يجد علاقات ارتباطية لكل المتغيرات الدولية في الوقت الراهن، وأن هذا القرار الدولي جاء منحازا لمصالح دولية، ولكن أيضا يقول بأن ما يهمنا هو الوضع الداخلي العراقي بين المركز والإقليم. من المعلوم بأن السياسة العراقية في الداخل لم تقدم يعني تفاهم حلولا، ولكن قدمت ترحيل للأزمات ولم تقدم تفاهمات أو حلولا للأزمات. هل أصبحت هذه المسألة ترحيل الأزمات والقبول بما يريد الإقليم أصبح حجة على الحكومة الاتحادية بأنه لماذا لم تتحدث في فترات ماضية فيجب عليها السكوت كما سكتت سابقا، أم ماذا؟ أنا أعتقد كلام الأخ غير منطقي بالبتة في هذه القضية. ليس السكوت عن الحق معناته أنه ليس لدينا حق في هذه القضية، لكن كانت الحكومات السابقة تحاول أن تغلب لغة الحوار ولغة التفاهم الداخلي على صوت الحقيقة التدويل أو لغة المحاكم الدولية في هذه القضية، باعتبار هذا شأن داخلي كان من المفترض على الأخوة الكرد إذ ما كان يحسنون الظن وإذ ما كانوا يرغبون بأن تكون هنالك دولة عراقية قوية، إذن كان عليهم التعامل مع النصوص القانونية الموجودة. يتحدث عن النفط والغاز، ما النفط والغاز كانت هنالك قوانين قديمة تعمل على توزيع الثروات ما بين العراق، وهنالك اتفاقيات بغض النظر ما نوع هذه الاتفاقيات، لكن هنالك شيء يجب أن يؤسس
له. دائما الأخوة الكرد في حديثهم يؤكدون على قضية قانون النفط والغاز. ما الدستور العراقي يقول يجب أن توزع الثروات ما بين المحافظات العراقية والأقاليم العراقية بشكل عادل وبشكل متساوي في هذه القضية. لماذا النفط المنتج في إقليم كردستان لا يسلم إلى الموازنة العراقية وإلى الاتحادية العراقية؟ ليس فقط النفط، المنافذ الحدودية، المطارات، كثير من الثروات الأخرى. لماذا؟ هذا داخليا سيد حيدر، ولكن بالشأن الخارجي أوجد السيد أحمد الهركي علاقات ارتباطية لكل متغيرات روسيا وأوكرانيا وتركيا وغيرها والاتحاد الأوروبي. لا لا لا، أسأل حضرتك إذا تسمح لي، يعني من منظار دولي شنو اللي راح تخسره تركيا من هذا القرار، وشنو استراتيجية تركيا الجديدة للتعامل مع المتغيرات الجديدة في المنطقة اللي أشار لها السيد الهركي؟ أولا لن تخسر تركيا شيء بهذه القضية، باعتبار إذ ما كان الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان سوف يكون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية في العراق وسوف يستمر تصدير النفط. لكن الحكومة العراقية، وهذا ما نتحدث عنه، ليس فقط هو السكوت ولا الحقيقة التدويل، باعتبار هذه المحاكم الدولية وأي محكمة أخرى هي لا تنظر من ذاتها إلى الحقيقة النقاط الخلافية، وإنما إذ ما كان هنالك حقيقة طرح أو كانت هنالك دعوة. الحكومة الاتحادية كانت ترغب أن تحل جميع المشاكل بشكل داخلي، لكن الأخوة كانوا يصرون على أن يكون هذا الموضوع به حقيقة فيه فائدة للإقليم، وبالتالي شاهدنا أن البصرة، العمارة، المحافظات الجنوبية تنتج وتعطي وتحسب الموازنة على ما تنتجه هذه المحافظات في الوسط والجنوب. ولطالما شاهدنا أن الأخوة يتمنعون بإعطاء ما بذمتهم وما عليهم من حصص في هذه القضية، وبالتالي كنا نتأمل أن يكون العمل عمل مشترك ما بين الإقليم وما بين الاتحاد، باعتبار نحن نتحدث عن مواطنة، نحن نتحدث عن دولة عراقية، نحن لا نتحدث عن دولتين منفصلتين. الأخوة دائما في إقليم كردستان وكأن لسان حالهم يتحدث ويقول نحن دولة وأنتم دولة، إذن عليكم أن تكون هنالك اتفاقيات وهنالك مواثيق وعهود توقع ما بين هاتين الدولتين، لا يتحدثون بصيغة الدولة العراقية الواحدة. نعم، الحكومة العراقية عندما حقيقة لم يبقى لديها سوى أسلوب واحد فقط هو الذهاب إلى المحكمة أو إلى التحكيم الدولي، وبالتالي هي ذهبت، شاهدنا كيف أنها استطاعت وبكل يسر وبكل سهولة أن تحصل أن يكون هذا التحكيم لصالحها، باعتبار الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1972 ما بين الجانب العراقي وتم تحديثها ب 76 وحدثت آخر مرة عام 2010 أن يكون التصدير وأن يكون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية تحديدا ونصا في هذا الموضوع، وبالتالي كان التحكيم يسيرا في هذه القضية. إذن نحن ونحن كمواطنين عراقيين نتحدث ونقول يجب أن تكون التفاهمات على مستوى عالي ما بين الإقليم وما بين الاتحاد، أن تغلب لغة المواطنة، أن تغلب لغة الدولة العراقية الواحدة، لا أن يتحدث الأخوة بكرديتهم وبالتالي يفرض على الطرف الآخر أن يتحدث بهذه اللغة القومية بعيد عن النظرة الوطنية العراقية الواحدة. وبالتالي يعني إذا وصلنا إلى هكذا لغة لن نشهد هنالك توافقا ولن نشهد هنالك انسجاما ولا حقيقة إيصال لكل ذي حق حقه. إذا كانت هناك تفاهمات السيد الهركي بين الحكومة، حكومة مركز والإقليم، نتحدث هنا عن قضية المرونة السياسية. إذا ما صارت حاكمة بالتفاهمات، هل راح تشرع الباب نحو تفاهمات قانونية تتبلور بقانون النفط والغاز الجديد؟ أستاذ أحمد، المعلومات تشير أنه خلال الساعات المقبلة يعني هناك اتفاق يعني موجود بين الإقليم والمركز للفترة المقبلة، يعني ربما في الساعات المقبله سيكون هناك اعاده لضخ يعني نفط الى تركيا، يعني نفط اقليم كردستان عبر تركيا ولكن تحت اشراف شركه سومو، المعلومات تشير الى ذلك. وايضا الكرد طالبوا بحصه ان النائب رئيس سومو يكون من المكون الكردي وهذا تم الاتفاق عليه، لذلك هناك نوع من المرونه موجوده لدى الطرفين. علينا يعني نقول ان الظرف الوطني ايضا يتطلب ان نستغل هذه الفتره ل آلية جديدة متفق عليها بين الطرفين ثم نشرع لقانون النفط والغاز. أستاذ أحمد، يعني الأخ حيدر يجب أن ينتبه إلى نقطة، يعني مثلا في العراق لا يوجد إطار قانوني أو إطار يوزع الثروات بين أبناء الشعب العراقي. يعني عندما لا يوجد إطار قانوني إذا نخضع لماذا؟ نخضع لميزان القوة. إذا هذا يلزمكم سيد الكريم، إذا هذا يلزمكم بأن تكون المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والغاز والتي يكون على أساسها احتساب الموازنة العراقية لا يعطيكم شيء، باعتبار لا يوجد هنالك غطاء قانوني يوزع هذه الثروات، وبالتالي ليس لكم حق بالمطالبة بأي شيء ولا بحصة من قبل الموازنة
العراقيه باعتبار لا يوجد هناك غطاء قانوني يوزع هذه الثروات ما بين الشعب العراقي، وبالتالي كل ما ينتج الإمام محافظ النصر انتجت شيء يكون من حقها ان تحتفظ بانتاجها لها، لا ان يوزع لجميع المحافظات العراقيه، وبالتالي لا توجد قاعده لهذه العمليه. ما تتحدث به حقيقه بعيد عن العقل وبعيد عن القانون وبعيد عن الفهم الحقيقي لاداره الدوله. والخطاب المتشنج الطائفي القائم على الاقصاء الاخر اذا تحدث عن قانون النفط والغاز وليس مطلب كردي، هو لا يجب ان يكون هناك اطار قانوني يحدد العلاقه. لم يتحدث احدا بالغطاء ولا بالحوار ولا باللغه الطائفيه ولا باللغه القوميه، انت ما تتحدث الان وتصر على ذلك. طيب استاذ احمد، مو احنا خلينا نتحدث بالمعادلات السياسيه، ما لنا علاقه بلا باطار طائفي ولا غيره، انا راح نتحدث ايضا عن قضيه إمكانية أن ينعكس هذا الاتفاق السياسي اللي حضرتك أشرت إلى معلومات من داخل الغرف التفاوضية، إذا ما كان هناك اتفاق سياسي راح ينعكس على الموازنة العامة أم راح يتخذ مشروع الموازنة ورقة مشروطة ولنا في الموازنات السابقة أسوة؟ أستاذ أحمد خلينا نتحدث بأمور بالدقة. فيما يخص الاتفاق السياسي واضح بين حكومة الأقليم وحكومة المركز فيما يخص آلية توزيع النفط في الفترة المقبلة، أيضا هناك تأكيدات على صياغة قانون النفط والغاز محاولة استغلال الفترة المقبلة يعني لصياغة قانون النفط والغاز، لأن أنا قلت لحضرتك الساحة السياسية العراقية داخليا ودوليا قابلة للتغير، يعني علينا أنا دائما أقول يعني عندما يحدث منعطف أو تغيير معين باتجاه بوصلة معينة لا ليس بضرورة أن يستمر هذا إلى الأبد. الخارطة التغيرات تحدث في منطقة الشرق الأوسط، التقارب بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات، أنا قلت لحضرتك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، هناك عملية إعادة تموضع اقتصادي سياسي يكون في المنطقة، لذلك علينا أن ننتبه عراقيا، وأنا هنا أتحدث بوطنية عراقية، ولكن يبدو الأستاذ حيدر يعني نحن بصراحة لدينا توجهين في بغداد، توجه عقلاني واقعي، ونؤكد أن السيد محمد الشياع السوداني يمثل هذا التوجه، ويعني بنوع من الهندسة الوطنية نحاول أن نقلل الفجوات ونصل إلى صيغة وطنية ترضي جميع الأطراف. أما الخطاب المتشنج الشعبوي الذي يتحدث بنفس إقصائي ومحاولة كسر إرادة الشعب الكردي، أنا برأيي هذا النفس يعني هم قلة موجودين في السياسة وفي طيب. الإعلام، علينا أن نتجاوز هذا الخطاب، نفكر يعني إذا كانت هناك أخطاء في الفترة السابقة يتحمل الطرفين. أنا لا أقول أنا لو تحدثت بنفس طائفي كنت سأقول الحكومة المركزية فقط، لا، الأخطاء تحدث بين الحكومة الأقليم وحكومة المركز، وصدقني أستاذ أحمد في أي خلاف يحدث سيكون الضحية، أنا أقصد الأزمات الاقتصادية والسياسية، الذي يدفع الثمن هو المواطن البسيط سواء في كردستان أو في البصرة أو في النجف أو في كربلاء وبغداد. إذا ما وقفنا عند مصلحة المواطن، إذا سمح أستاذ أحمد، الهندسة الوطنية أستاذ حيدر يتفضل بها السيد الهركي وخلى معيار عندنا مصلحة المواطن، راح نتحدث أيضا عن الحكم الدولي اللي صدر هذا الوافد الجديد، هل راح يفكك قضايا أخرى شائكة مثل قضية الرواتب، الأمن في المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140، وأقصد هنا قضية كركوك، مقبلين احنا على انتخابات، معادلات سياسية، معادلات ديموغرافية؟ شوف أنا أعتقد الأخ تحدث بكثير من المغالطات التي يجب الوقوف عندها، أولا عندما تحدث وقال لا يوجد هنالك غطاء قانونيا يسمح لتوزيع هذه الثروات باعتبار هنالك نص دستوري ولا يوجد هنالك نص اسمه قانوني، وبالتالي هذا الطرح وهذا الأسلوب الحديث يعطي الصلاحيات للبصرة بأن تحتفظ بنفطها ولا تعطي حق لبقية المحافظات وكذلك العمارة وكذلك الناصرية وكثير من المحافظات الوسط والجنوب التي على أساسها تقام الموازنة العراقية وتوزع هذه الثروات ويعطون للأخوة الكرد 12.6 من هذا، وسابقا كانوا يأخذون 17% ولا يعطون شيء في هذه القضية. إذن يجب أن نفهم نقطة حقيقية، إذا ما أنت تطالب الحكومة الاتحادية، وأنا لم أتحدث ولم أقول الحكومة المركزية باعتبار لغة المركزية هي جزء من الخطاب الطائفي، هو من تحدث بهذه اللغة، أنا لازلت وأتحدث بأن أقول أنه الحكومة الاتحادية في بغداد، وبالتالي الحكومة الاتحادية في بغداد عندما تحتسب هذه الموازنة وتوزع هذه الثروات تعتمد على ماذا في هذه القضية؟ ما هم ينتجون 650 ألف برميل، الحكومة الاتحادية كانت تضع ضمن الموازنات العراقية 250 برميل من قبل إقليم كردستان، والمتبقي يبقى للإقليم
طيب هل نعطي هذا الحق لبقية المحافظات العراقية إذ ما كنا نتحدث بالأسلوب الذي يتحدث به وبالشرعية القانونية التي يحاول أن يفرضها علي وعلى الآخرين بأن تكون هذه الشرعية هي التي تذهب بتوزيع هذه الثروات، وبالتالي أنا أعتقد هم يأخذون أكثر مما يعطون في هذا الموضوع، إذ ما أردنا أن نذهب إلى قضية ونغلب لغة المواطنة في هذه القضية ونضع القانون الرئيسي هو كيف نقدم الخدمة للمواطن العراقي، إذ ما كان في شمال العراق أو في جنوب العراق أو في غربه أو في شرقه جميعهم مواطنون عراقيون يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها كل مواطن عراقي. شاهدنا أن الحكومة الاتحادية كانت ترسل حقيقة والتزمت بإرسال رواتب الموظفين للأخوة في إقليم كردستان، لكن بالمقابل هل حكومة إقليم كردستان كانت توزع هذه الرواتب بشكل عادل على الموظفين، أي تعطيهم حقهم بشكل كامل، أم كانت تفرض عليهم حقيقة الادخار الإجباري أو أعطى راتب بدون راتب آخر؟ وبالتالي كانت هذه الأساليب التي تعتمد في حكومة إقليم كردستان. هذا جانب. الجانب الآخر الذي يتحدث عنه وتحديدا العلاقات الدولية في هذا الموضوع، العلاقات نعم لها تأثير وتأثير كبير جدا على الواقع العراقي، وبالتالي العلاقات الطيبة إذ ما كانت هنالك استقرارا إقليميا ودوليا بالعلاقات أيضا سوف ينعكس هذا الاستقرار على العراق. جميع البلدان الإقليمية والدولية تحدثت بضرورة أن يكون العراق بلدا مستقرا. لماذا؟ باعتبار كانت هنالك حرب ولا زالت هذه الحرب مستعرة ما بين أوكرانيا وروسيا. روسيا هي حقيقة المصدر الرئيسي للطاقة لأوروبا، وأوروبا الآن تحاول أن تبحث عن مصدر قريب. أقرب مصدر حقيقة للطاقة لأوروبا هو العراق، وبالتالي التصدير من خلال تركيا الغاز والنفط العراقي لأوروبا لربما سوف يساعدها في حربها اتجاه روسيا، وبالتالي أيضا هذه نقطة يجب أن يستفاد منها تستفاد من الدولة العراقية. المشاكل الداخلية حقيقة سوف تضر وسوف تؤثر بشكل أو بآخر أن هذا حقيقة الاستقطاب الحقيقي لأوروبا باتجاه العراق والعمل بأن يكون العراق قاعدة مستقرة، وبالتالي إذا ما كان العراق قاعدة مستقرة سوف ينعكس بشكل إيجابي على جميع المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان، وبالتالي يجب أن يكون هنالك حوارا يرتقي إلى مستوى المواطنة. وإذا ما وضعنا هذه النقطة يرتقي إلى مستوى المواطنة يجب أن ينظر الأخوة في إقليم كردستان، لا أن تكون المطالبة فقط لإقليم كردستان، يجب أن يكون المطالبة لجميع أطياف الشعب العراقي لجميع المحافظات الشعب العراقي باعتبارهم جزء من هذا البلد. ونحن لا نتحدث بصيغة الطائفية، بصيغة الطائفية عندما تتحدث أنت وتعطي عنوان لك لجزء معين أو لجانب معين فقط وتحاول أن تهمل الطرف الآخر. نحن نتحدث دائما ولطالما استمرينا بهذا الحديث ونقول أنه المواطنة هي تشمل جميع المواطنين العراقيين بجميع المحافظات. ما دام أنا أتحدث بنفس المواطنة يعني أستاذ أحمد نتحدث عن المواطن في كل محافظة من محافظات العراقية في الإقليم في المركز في الوسط والجنوب وكلها، هنا مصلحة المواطن من خلال هذا الاتفاق السياسي الجديد، الاتفاق السياسي وليس القانوني ركز على هذه النقطة كثيرا سيد حيدر عرب، هل سيكون فيه تغليب لمصلحة المواطن بكل صراحة؟ أستاذ أحمد، كل اتفاق سياسي هو مقدمة لاتفاق قانوني، ونستطيع يعني الفترة المقبلة أن نؤكد على هذه الجزئية. العراق ممكن أن يشكل يعني يمتلك مقاومات أن يشكل محور ارتكاز استقرار اقتصادي وأمني وسياسي في المنطقة، لذلك تصفير المشاكل بين الأقليم والمركز، تصفير الجبهة الداخلية، لا تكون هناك يعني أزمات في الداخل العراقي، بالفعل هذا سيرسل رسالة إيجابية إلى الخارج وأيضا رسالة طمأنة إلى الداخل. لذلك نعم الاتفاقيات السياسية التي تحدث هي إذا توفرت الإرادة الوطنية الخالصة الحقيقية في تلك الفترة البعيدة عن كسر الإيرادات ومحاولة يعني فرض ميزان القوة النسبي القابل للتغيير في منطقة متغيرة مثل الشرق الأوسط، نعم ممكن أن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وهنا أي اتفاق في الفترة المقبلة هو اتفاق غير صفري ستعم الفائدة على جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء. لذلك الجبهة الداخلية العراقية المتينة هي ترسل رسالتين إلى أصدقاء العراق أو إلى البيئة الأقليمية والدولية بأن العراق قادر على تصفير مشاكله، والظروف الدولية إذا استطاع صانع القرار العراقي توظيفه اقتصاديا وسياسيا يستطيع العراق أن يستعيد جزء كبير من مكانته والتي تراجعت بسبب أخطاء النظام السابق وتداعيات الاحتلال الأمريكي على العراق. وكذلك العراق ممكن أن يشكل أساس لمحور اقتصادي ونقطة توازن في منطقة الشرق الأوسط، وأن يستطيع أن يلعب دوره على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية.
أشكرك شكرا جزيلا السيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب، وتتفضل البقاء معي الأستاذ حيدر العرب الموسوي كي نتابع معكم مشاهدي الأحبة في الملف الآخر. حياكم الله، وجد ترحابي بالاستاذ حيدر العرب الموسوي رئيس مركز القمه للدراسات المحاوم الاستاذ حيدر، وينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الدكتور فراد الموسوي خبير النفط والطاقه. اهلا ومرحبا بك دكتور فراد، وسينضم معي عبر سكايب الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور. اهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. نتحدث عن الطاقه الانتاجيه الاوليه دكتور فراد، هاي الطاقه الانتاجيه هل لما تصل الى 140 الف برميل يوميا، نتساءل هنا ماذا عن الطاقة المتوقعة في حال إكمال عمليات التطوير في مصفى كربلاء؟ دكتور فرات، دكتور حيدر عصفور، أهلا ومرحبا بحضرتك. عفوا، وأسأل حضرتك عن الطاقة الإنتاجية الأولية اللي تصل إلى 140 ألف برميل يوميا، إيش راح نحكي عن الطاقة المتوقعة بعد إكمال عمليات التطوير في مصفى كربلاء؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. خلينا نتكلم أول مرة، نبتدي بالأرقام. نعم. العراق يحتاج إلى حدود 30 مليون لتر من البنزين سنويا، تصفية تقريبا نص العراق هو ينتج حدود 15 مليون برميل، يبقى 15 مليون برميل هذه هو يستوردها من خارج العراق، وبحسب سومو تكلف 5 مليار دولار. المصفى كربلاء بعد أن يكتمل وينتج الطاقة الإنتاجية ستكون ما تعادل حدود 9 مليون برميل من مادة البنزين، فبحدود يعني تقريبا أكثر من النصف سيوفر، وبالتالي بحدود إذا ما قارناها بالاستيرادات سيوفر 2.5 مليار بالإضافة إلى فرص عمل. وطبعا ليس فقط مادة البنزين، لكنه هو أيضا ينتج مجموعة من المواد الأخرى التي يحتاجها العراق مثل الغاز، النفط، الإسفلت وغيره من المواد الأخرى. فهو من جانب، هو جانب استثماري وجانب اقتصادي وجانب يوفر العديد من فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. فأهمية هذا المشروع أهمية كبيرة تخدم الاقتصاد العراقي. طيب أستاذ حيدر حياك الله مجددا، نتحدث عن مشكلة استيراد المشتقات النفطية اللي لازمت العراق منذ سنوات طوال وتفاقمت ولا زالت متفاقمة في بعض المحافظات، ديالى، كركوك، وخصوصا بعد استهداف الإرهاب لمصفى بيجي. نسأل هنا لأي مدى راح يعالج مصفى كربلاء مسألة الاستيراد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك مرة أخرى أستاذ أحمد، لضيفيك الكريمين، متابعيكم. أنا أعتقد كنا دائما وطالما تحدثنا وقلنا أن الحكومة العراقية غاب عنها قضية التخطيط، وبالتالي بعد عام 2003 باعتبار كانت الهجمة هجمة قاسية على هذه الدولة الناشئة، باعتبار هنالك احتلال، هنالك إرهاب، هنالك قاعدة، هنالك فساد، هنالك طائفية، وهنالك أيضا تقسيم ثروات ما بين، وكنا قبل قليل نتحدث بهذه القضية. جميع هذه المشاكل عطلت آلية التخطيط لبناء دولة حقيقية، وبالتالي كان جزء من هذا التخطيط وجزء من هذا التعطيل هو بناء أو الاعتماد على الصناعة المحلية العراقية، وبالتالي كان كثير من المنشآت التي لا طالها الإرهاب والتخريب. أيضا كان هنالك بعض المخربين الموجودين داخل الدولة العراقية الذين لا يرغبون أن يكون هنالك تخطيطا حقيقيا، ولا يرغبون أن تكون هنالك مصانع ومنشآت حيوية تبنى داخل العراق. الآن
انا اعتقد ابتدأت هذه المرحلة. هنالك جهات وطنية حقيقية ابتدأت ان تضع خطط لبناء دولة عراقية، لبناء صناعة عراقية حقيقية، وبالتالي عملية الاستيراد كانت تشكل حقيقة ثقلا كبيرا على الدولة العراقية. قبل فترة كانت قيم النفط تراجعت إلى نسب خطيرة جدا، وبالتالي هذه الأسعار أثرت بشكل أو بآخر على حقيقة الموازنة العراقية، على الإنتاج العراقي. قضية استيراد البنزين بهذه الكميات الكبيرة التي كانت سابقا تفوق هذه المقادير، باعتبار هنالك كان تطورا وإنتاجا حثيثا، ووصلنا إلى 15 مليون مثل ما تحدث قبل قليل ضيفك، المتبقي الآن أكثر من 15 مليون ما ينتجه حقيقة. وفقا لهذه المعطيات أستاذ حيدر، يعني خليني أخذ رأي أستاذ علاء الأسدي مدير مركز النار الأزلي للتطوير والتنمية، انضم معي عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ علاء، نتحدث عن إنتاج مصفى كربلاء، هل سيقف على عتبة تحقيق سد الحاجة المحلية؟ لو برأيك راح يتجاوز إلى التصدير الخارجي، خاصة وأنه مطابق للمواصفات العالمية؟ تحياتنا لكم ولكم وقرا للجميع والجميع. حياكم الله. نعم، نتمنى أنه يسد الحاجة المحلية، نتمنى هذا الشيء. يعني هو حسب ما مخطط هو راح يسد الحاجة المحلية وزايد. الو، نعم وياك استاذ علاء، تفضل. حسب ما مخطط هو راح يسد الحاجه المحليه واكثر من الحاجه المحليه، يعني احنا نتمنى انه فقط يسد الحاجه المحليه، لان يعني تعرف العراق فيه تهريب كثير. يعني حتى لو سدينا الحاجه المحليه ما راح نقدر نوقف التهريب. التهريب ايضا معضله. فنتمنى انه مجرد ان يسد الحاجه المحليه هو هذا حقق لنا هدف كبير، وهو طبعا انجاز كبير. ونبارك للدولة العراقية افتتاح هذا المصفى في هذا الوقت، رغم أنه طول أكثر من 9 سنوات، لكن الحمد لله أنه كمل هذا المصفى، وكلف العراق ما يقارب 6 مليار دولار. طيب دكتور حيدر، يعني لما هنالك تأمل أو أمل كبير بأن راح يحقق هذا المشروع، طموحات كبيرة، إلى أي مدى راح يحقق هذا المشروع مفردة اللي نتحدث عنها استقلال العراق في مجال الطاقة والاعتماد على ما متوافر من ثروات والاستغناء عن الاستيراد؟ مثل ما تكلمنا قبل قليل أنه الطاقة الإنتاجية، وبحسب المسؤولين وذوي الاختصاص والمشرفين على الموضوع، حددوا الطاقة القصوى للمصفى بحدود 9 مليون برميل، والعراق يحتاج إلى 15 مليون برميل هي القائمة التي يستوردها، وبالتالي سيسد تقريبا حدود 60%. هناك مصافي أخرى الآن ستكون أيضا، هي مصفى الديوانية، يعمل على يعني تأهيله ليكون أيضا، والعراق يحتاج إلى مجموعة من المصافي أخرى حتى يكون بلد مصدر للمواد، وخصوصا إحنا بلد نفطي، فيفترض إذا إحنا ما نجحنا في بعض المسائل أو في بعض الخطوط الإنتاجية، فيفترض بنا على الأقل ننجح في هذا المجال من التكرار الخاص بالمادة النفط وتكرارها، لنستفاد منها في مجموعة من المنتجات مثلا، وكثيرة هي المنتجات التي تكون من خلال النفط، مثلا وقود الطائرات وغيرها، هذه منتجات كثيرة، حتى البتروكيماويات. وبالمناسبة مصفى كربلاء سيولد أيضا الطاقة الكهربائية بحدود 200 ميجا وات، وهذه الطاقة ستنفع أيضا في مجالات الاستثمار، وستعود أيضا بموارد اقتصادية، فجميع الأعمال والمشاريع هي تتوقف على الطاقة، ومشكلة العراق هي يعني مستديمة بالطاقة. طيب عفوا استاذ علاء، اعود لحضرتك، لما يتحدث الدكتور حيدر عصفور عن مصفى الديوانيه وغيره من هذه المشاريع، طيب نتحدث عن الفرص الاقتصاديه اللي يترتب على اثرها فرص عمل مباشره وكبيره بالمستقبل، شلون نشوف شكل هذه الفرص غير المنظوره من خلال النجاح في هذا المشروع؟ نعم، طبعا هي الفرص الاقتصاديه تعتمد اعتماد رئيسي على المشاريع الناجحه، اذا نجح عندنا مشروع راح تنفتح الافاق وتنفتح افاق الفرص الاقتصاديه، و
الوظائف ومحاربة البطالة إلى آخر. مشروع المصة بحد ذاته هو مشروع عملاق، يعني احنا بنتكلم عن ريفاينري، ترى مو جدا سهل بناء ريفاينري في أي دولة. الإخوان أكثر من مرة أنا نوهت في أكثر من لقاء أنه البعض يظن أنه كلمة مصفى هو شيء سهل، يعني كلمة ريفاينري أو مصفى شيء سهل في علم الاقتصاد. لا، يعني دول كبرى مثل الكويت والسعودية والإمارات وإيران تعاني ما تعانيه إلى أن تبني مصفى بطاقة 150 ألف برميل أو 200 ألف برميل أو 300 ألف برميل. يعني مو شيء هين الجدوى الاقتصادية، إيجاد سوق للمنتجات مالتك أنت، أنت لما تجي تبني مصفى غير تلقي سوق لها. فإحنا الحمد لله السوق موجود، هو السوق المحلية يعني مثل ما قلت لك. فإن شاء الله إحنا نتأمل خير من مصفى كربلاء، ونتمنى أن يتوقف الاستيراد، هذا أهم شيء، لأن هذا هو عبارة عن خروج للعملة الصعبة. من أنت توقف الاستيراد راح تتوقف خروج العملة الصعبة. طيب، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء الأسدي مدير مركز النار الأزالي التطوير والتنمية، انضمتنا عبر الهاتف. أستاذ حيدر الموسوي، أستاذ حيدر عرب الموسوي، حتى ليس ما شاء الله ضيف ثانية أستاذ حيدر الموسوي. نتحدث عن إنجاز هذا المشروع اللي وصف بالمتلكئ منذ عام 2014، هل راح يرفع من مصداقية تطبيق الحكومة لأولوياتها، خصوصا وأنها أخذت على عاتقها معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والاستثمار الأمثل للثروات، وبالتالي الكثير من الأولويات وضعتها في سلمها؟ أنا أعتقد الحكومة الحالية عندما وضعت حقيقة برنامجا، وهذا البرنامج الجميع اتفق على أنه برنامجا طموحا، باعتبار كانت هنالك نقاط مقتضبة لم يركز على فضفاضية حقيقة، مثل ما كانت الحكومات السابقة تعطي حقيقة برامج حكومية كبيرة وواسعة، وبالتالي يكون التطبيق صعبا في هذه القضية. من أهم هذه البرامج أو من أهم المبادئ التي قامت عليها برنامج الحكومة الحالية هو تقديم الخدمات للمواطن العراقي. من خلال ماذا؟ من خلال أكيد تطبيق إكمال المشاريع، جميع المشاريع المتلكئة، ومن ضمنها هذا المشروع الذي حقيقة نحن الآن بصدد الحديث عنه. عفوا، صح، بصدد الحديث عنه، باعتبار هو سوف يعطي أولا منتوجا مهما، باعتبار البنزين والمشتقات الأخرى هي من المنتجات المهمة محليا، وبالتالي السوق الداخلية تحتاج إلى هذه المنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل الذي نشاهد أنه هنالك نسبة البطالة عالية موجودة داخل العراق. إذن من خلال إتمام هكذا مشاريع، ومن خلال أيضا العمل لإتمام جميع المشاريع المتلكئة والتخطيط لمشاريع كهذه المشاريع، أي معنى الاعتماد على الصناعة، وكذلك البرنامج الحكومي قد ركز على الصناعة وكذلك على الصناعة الخاص أو القطاع الخاص في هذه القضية. وبالتالي أنا أعتقد أن الرؤى التي أتت بها الحكومة الحالية وهذا المنجز هو يتوافق ويتماهى مع هذا الاتجاه، وبالتالي يعطي ثقة للمواطن العراقي على أن الحكومة الحالية ساعية بشكل جدي وبشكل حديث وبشكل حقيقي لتطبيق ولإنجاز ما وعدت به المواطن العراقي من تصحيح ما وقعت به الحكومات السابقة، وكذلك السعي لأن تكون هي حكومة حقيقة قاعدة لأن تنطلق من خلالها بقية الحكومات، وأن يكون آداءها أيضا نموذجا وأنموذجا للحكومات المستقبلية لإتمام جميع المشاريع المتلكئة، باعتبار المشاكل التي حقيقة لطالما كانت تعصف بالحكومات السابقة كثرة المشاريع. هذه المشاريع عندما تتعطل وعندما تتوقف سوف يكون حقيقة أولا الاندثار الموجود في هذه المشاريع يكلف الدولة مبالغ كبيرة، وبالتالي المشاريع إذ ما كانت مخصص لها مبلغ معين تنتهي بأضعاف هذا المبلغ باعتبار الاندثار والتلكؤ والخصومات والغرامات التي تقع على هذا المشروع. إذن أنا أعتقد هذا المنجز منجز كبير يعطي ويبشر بخير حقيقة كبير جدا، إذا ما حافظت القوى السياسية أولا على نهج الحكومة واستمرارها، باعتبار لطالما تحدث وقلت أنه يجب أن يكون عمل القوى السياسية ومجلس النواب العراقي متوازيا مع الحكومة العراقية، يشجعها ويقف معها من أجل تحقيق المنجزات التي نحن نحتاجها والمواطن العراقي يحتاجها، بأن تحل كل المشاكل التي يعاني من عتها المواطن العراقي والشعب والدولة العراقية. طيب دكتور حيدر، تفضل الأستاذ حيدر عرب الموسوي بأولويات الحكومة، ولكن ضمن أولوياتها أيضا هي هذه القضايا الاقتصادية، نتحدث عن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والاستثمار الأمثل للثروات، عندما تضعه الحكومة ضمن سلم أولوياتها
وهذا أول الغيث، هل هنالك مشاريع أخرى تكون على هذا المستوى النوعي، وكيف تؤثر على شكل الحكومة ووعودها بأنها حكومة خدمات؟ هذا المشروع هو مشروع حقيقة بالاتجاه الصحيح، لكنه احنا ايضا نطمح لدعم مشاريع اخرى ونطمح لسياسة اقتصادية ناجحة. اذا ما احنا نظرنا الى العالم واستفدنا من التجارب، هناك التجربة الصينية التي نعتبرها تجربة ناجحة، نتيجة انخفاض العوامل المؤثرة بالانتاج وانخفاض المادة او المنتج النهائي بشكل منافس، وحتى اصبحت الدول الاوروبية وأمريكا تنتج في الصين، يعني كثير من المنتجات مطروحة في الولايات المتحدة مكتوب مصنعة في الصين. لماذا؟ لوجود الاختلاف بالقيمة السوقية، وبالتالي نجحت الصين. يفترض بالحكومة أيضا تلاحظ مثل هذه وتخفض العوامل المؤثرة بالإنتاج على المصنعين، مثلا الضرائب، الرسوم، الجمارك، الطاقة وإلى آخره، توفير يعني طبعا الدعم من قبل البنوك والتمويل بآليات جديدة ونظم عمل جديدة، حتى نشجع أكبر ما يمكن من الشرائح الاجتماعية بالعمل والتوجه نحو القطاع الخاص، ونبتعد عن مطالبة الجميع بالعمل بالقطاع العام. هذه يفترض بها أن تكون هي السياسة الأمثل بالاتجاه الصحيح في الفترة المقبلة. كذلك هناك مثل هذه المشاريع نحتاج أنه توفر مثل هذه المصافي وبهذه الآلية، حتى لو كانت بالشراكة مع شركات عالمية دولية، فالأسواق كبيرة وكثيرة، وخصوصا الدول المجاورة للعراق، مثلا الأردن أو سوريا، لبنان، مصر، غيرها، هذه كثير من الأسواق ممكن أنه نستفاد منها. وبالتالي إذا ما انخفضت أسعار النفط عالميا وأسعار النفط غير ثابتة وممكن أنه تنخفض في أي لحظة، فممكن أنه العراق يعوض الخسائر بالمنتجات المصنعة من هذه المواد والتي تباع بأسعار وبقيم مختلفة، فبالتالي لا يكون العراق في الجانب الأمين، الجانب الاقتصادي. كذلك هناك جانب البتروكيماويات الذي هو غائب عن الكثيرين من الاقتصاديين، فالاقتصاد والصناعة بشكل عام يبنى على جانبين، الجانب الأول هو جانب البتروكيماويات الحبيبات والتي تأتي من النفط المادة الأولية، والعنصر الثاني وهو الحديد والصلب والذي هو مجموعة من المعادن والتي لا تتوفر في معظم دول العالم جميعها، وبالتالي أيضا يحتاج العراق مثلا إلى استيراد بعضها. فنحن نمتلك نصف، ونحتاج أنه ندعم بالنصف الآخر من مصادر أو ننوع. والصناعات بشكل عام لا توجد دولة بالعالم وخصوصا ما بدأت عليه بالتاريخ تبدأ من كل شيء تصنعه لوحدها، فجميع دول العالم بدأت بالصناعات التجميعية ثم أصبحت تكميلية، وبالتالي أصبحت تنتج أكثر من الأجزاء، وبالنهاية أصبحت هي دول صناعية كبرى، ومثال على ذلك هي ماليزيا على فرضا. فنحتاج أنه يكون التخطيط والإدارة برأس المال هي السبيل الأمثل للمستقبل ونحو الدعم الاقتصاد. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي الذي أثريت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية ضيفا كريما، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.